اللي تعطينا الإشارة عاد سير بدا سير. بسم الله توكلت على الله. مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر الاستثنائي هنا من مدينة أكادير مع الشريف إسماعيل مول البركة المعروف هنا بمدينة أكادير اللي كيعالج كما يدعي مجموعة من الأمراض المستعصية على الأطباء كما كتشوفوا بواحد الطريقة اللي هي مثيرة وبالتالي فكما كتشوفوا غادي نخليكم يعني مع هذه المشاهد باش أنكم يعني تكتشفوا مول بركة أو الشريف إسماعيل اللي كيدعي بأن لديه قوة خارقة في الجسم ديالو كيعالج بها الأمراض المستعصية على الأطباء على المباشر. أنتم كتشوفوا خاصة أمراض الروماتيزم وأيضا أمراض المفاصل والعظام بطريقة فريدة من نوعها وبالبركة ديالو كما كيقول والشافي هو الله سبحانه وتعالى. فالشريف مولاي إسماعيل هاد الأيام يعني ربما داير البوز هنا بمدينة أكادير والكل يتحدث عنه، بالتالي فقناة شوف تي في دائما كما عودتكم في إطار السبق بطبيعة الحال ارتأينا باش أنا نديرو معاه يعني هاد الروبورتاج وهاد اللايف باش أنكم تشوفوا يعني الطريقة ديال العلاج ديال مول بركة الشريف إسماعيل. فغادي نحاولوا اننا بطبيعه الحال نعطيه الكلمه ريتما ينتهي من العلاج ديال يعني هذا الزبون اللي جا عنده واللي تصادفنا معاه كما كتشوفوا معنا على المباشر. كما كتشوفوا يعني هذه الطريقه اللي كيدير الشريف مولاي اسماعيل يعني من خلال بحال الشكل ديال المساج كيدهن بواحد الزيت اللي كيديرها في واحد الاناء كما كتشوفوا. الناس اللي كيعانيوا من الامراض ديال المفاصل والعظام والناس اللي طبيعه الحال كيكون عندهم الم على مستوى الظهر وايضا على مستوى الارجل، وبالتالي انتم كتشوفوا يعني من خلال يعني هذا البث المباشر يعني الشريف مولاي اسماعيل الذي يدعي ان لديه قوه خارقه يعالج بها كل المرضى اللي كيعانيوا من الامراض المستعصيه. مرحبا Thank you.
شي حاجه دير يدك بحال هكا مزيان بسم الله بسم الله وخي يدك بسم الله بسم الله بسم الله الله يجزيك مرحبا مع هاد الحركه كاين البركه السلام عليكم الحمد لله سي الحاج الله يكرمك مرحبا مرحبا سي الحاج سالتي السي اسماعيل اي ساليت إخواني الكرام كما تابعتم معنا من خلال هذا البث المباشر بطبيعة الحال الطريقة ديال العلاج اللي كيتبعها الشريف مولاي إسماعيل مول البركة بطبيعة الحال غادي نحاولوا أن نقربوا باش يتحدث لنا بسم الله السلام عليكم إخواني الكرام كنشكركم كاملين الاسم ديالي بهوي إسماعيل الملقب بمول البركة بمدينة أكادير اللي كانت تواجد في الدار ديالي اللي كانت تواجد بحي بوكري أغرض بمدينة أكادير بسرقاو فبالنسبة لي كما قال الأخ الكريم فماشي أول مرة يعني كندير هذه المهنة فسنوات وأنا كنمارس هذا الميدان ديال هذه المهنة هذه اكتسبتها أبا عن جد اكتسبتها على الوليدة ديالي هي وهاد المهنة هذه تقريبا بديتها في 1997 غير بحكم التجارب وداكشي يعني ما عمري كنت كنطور هذا سميته ولكن مع المده استطعت انني الحمد لله يعني اكتسبتها في الاول غير كمهنه كهوايه فمع المده الحمد لله مع الدعم ديال الاصدقاء فاش كنت في مدينه ميدلز مسقط الراس ديالي فاكتشفت هذه الموهبه ديالي وكانوا الناس كيشجعوني اني كنت غير في ذاك الوسط ديال العائله وديال الاصدقاء كاينه قوه خارقه ونعطيكم الدليل انا بالنسبه لي هذا العبد الضعيف فكندير بطل مغربي ديال التحدي والمغامره يعني كنجر حديد كاميونات كيران كندير رياضه صعيبه على الصعيد الوطني وهذه الرياضه هذه هي اللي جعلتني انني الحمد لله يعني كما كيقولوا حتى الناس داروا فيا الثقه علاش لانهم اللي كتكون بطل مغربي وعطيك الله تعالى واحد القوه خارقه ملي كيسمعوا عليك الناس فاش كيتشجعوا كيجيو عندك يعني بالرياضه بالعلاج بالنسبه لهذه المساله هي غادي نفسرها لك هو الانسان دابا اللي كيعطيه الله تعالى واحد القوه خارقه فبالنسبه لي انا في المثال ما درت عليها لا رياضه ولا والو يعني موهبه ربانيه من عند الله تبارك وتعالى من الصغر ديالي يعني ملي كنت في صغير وانا كنهز الثقل كما بغى يكون النوع ديالو فمثلا كانت عندي 14 سنه 16 سنه في العمر ديالي كنهز الخنشه ديال 50 كيلو ديال الدقيق بالسنان ديالي وكذلك كنشد السيارات كيكسيريو وانا صغير وجميع الانواع ديال الحديد فهذا اللي اكتسب لي انني يعني اكتشفت هذه الموهبه ديالي منذ الصغر ومع المده اكتشفت انني عاوتاني كندير حتى العلاج للناس بالنسبه لهاد الامراض المستعصيه بالنسبه لهاد الامراض اللي كنعالج باذن الله تبارك وتعالى وهو بحال امراض السياتيك مرض السياتيك يعني اللي معروف عالميا باللي واحد المرض مزمن يعني مازال ما توصلوش للعلاج نتاعو عالميا فبالنسبه لي كيجيو عندي الناس وكنحزموا لهم كيجيب الله الشفاء وبالنسبه للحلاقم لا ناس كبار ولا دراري صغار يعني ماشي انا اللي كنقول هاد الشهادات ولكن الناس اللي جاوا عندي اللي كيقولوا لك اودي الله يجازيك بخير راه جينا عندك وجاب الله الشفاء بالنسبه للمرض الثالثه وهي بومزوي حتى هو كذلك اللي كيشكو من واحد العدد ديال الناس وجاو عندي الناس راه غير ما جاب الله المناسبه باش انكم تسولوهم راه كاين الناس جاوا عندي بزاف على بومزوي جاب الله الشفاء بالنسبة للمرض الرابع وكذلك وهو أمراض المفاصل بجميع أنواعها أمراض الظهر أمراض الرجلين أمراض الرأس والعنق حتى هو نزيد لكم هذه الفكرة الله يجزيكم بخير بالنسبة للعنق حتى هو راه كندير المساج للناس راه كيجيب الله الشفاء وراه بزاف ديال الناس كيشكيو منه لا الموظفين ولا واش هذيك القوة هي اللي أيه بالنسبة باش نعطيك هذه القوة هذه منين كتجي فبالنسبة لي أنا يعني كنشكر الله تعالى على هذه البركة اللي عطاني فأعطاني الله تعالى البركة في اليد ديالي
وطريقه سهله، كنجيب شويه ديال زيت العود وكنذكر الله تعالى وكنقرا قراءه القران، وكيعطيني الله تعالى البركه في اليد ديالي. وهذه القضيه راه شهدوا بها الناس بزاف اللي جاوا عندي، لا مغاربه ولا اجانب، ولا المهاجرين المغاربه في الخارج. هي جاوا عندي ناس اجانب، خاصه انا خدام في القطاع السياحي، فكيحزموا عندي بزاف ديال الاجانب، وكيحزموا عندي بزاف ديال المغاربه اللي يعني مهاجرين المغاربه في الخارج اللي اعترفوا بيا وكيشكروني. وهذا كما قلت الى هذا راه شفاء من الله تعالى، انا غير سبب، ولكن هذه البركه يعني الناس اللي كيشهدوا عليا انا كندير ديك البركه والله تعالى كيعاونني. وهذا شرف ليا الحمد لله. علاش؟ لانه الانسان ملي كيكون مريض وكيجي عندك وكيجيب الله الشفاء راه حتى انت كتفرح. وكما سبق ليا وقلت في بزاف ديال المنابر، فالانسان ملي كيجي عندك كنحس انا هو اللي مريض ماشي هو اللي مريض، يعني ما كنتهنى حتى كيبر داك الانسان، والله شاهد على ما اقول. وبالنسبه ليا بكل تواضع جاو عندي شخصيات مرارا، لانه كما قلت لك الاخ الكريم انا كندير هذا الميدان 20 سنه وانا في هذا الميدان ديال المساج، جاو عندي ناس في جميع المستويات. غير بالنسبه ليا انا كما كيقولوا الانسان ابن بيئته، الانسان المتواضع يعني داير هذه المهنه هذه، كيجي عندي اي واحد كنستقبله بكل تواضع وبكل هذا، يعني عادي عندي المسائل صراحه. غير هو جاو عندي ناس في مستويات، جاو عندي الناس مغاربه واجانب وجاب الله الشفاء، وراه البيت نتاعي راه كيعرفوني الناس، راه مفتوح للجميع. ربما على شي بعض الحالات اللي يعني بقات راسخه في الاذان ديالك اللي كان ممكن تحدثنا على شي حاله نادره ولا شي حاجه. اييه متفق معك الاخ وبكل شرف. مازال كنعقل على واحد الحاله وقعت لي فاش كنت ساكن في مدينه ألزا، هذا الشيء كنعاودوا لك راه بالضبط في 2003 2004. كنا كان ساكن معنا واحد الاخ الله يذكره بخير، ولد الرباط رانا، وداك الاخ اللي كان ساكن معنا كان تشلل من الرجلين ديالو بعيد عليكم. رانا فاش كان ساكن معنا هو يجي عندي الاخ ديالي قال لي ودي شوف فلان راه ما عرف مالو مريض، فاش قلبته كنلقاه ما كيتحركش من رجليه، والله تعالى شاهد عليا. قلت لهم واخا، كانوا معايا شي اصدقاء كان مشلل من رجليه. اييه بهذه المناسبه كنعطي واحد النصيحه للناس، ما يبقاوش يحاولوا انه يغسل رجليهم بالماء البارد. هذاك الاخ الكريم كان غسل رجليه بالماء البارد وصدق وقع عليه شلل ديال الرجلين، يعني هاد القدمين. رانا فاش شفته درت ليه واحد البركه سبحان الله العظيم، قريت عليه وداك الشيء وحزمت ليه بالمساج وقريت عليه قراءه القران، الغد ليه رجع كيمشي على الرجلين ديالو. يعني كان مشلل ولا كان كيسمعني راه راه زعما راه صراحه كنتلاقى معاه مسكين وكيعنقني لحد الان. وكما كنعاود نقول انا غير سبب، الله تعالى هو اللي شافاه، ولكن راه الانسان اللي اعطاه الله واحد البركه راه مزيانه. بارك الله فيكم وكنشكر شوف تي في، وكنبغي لكم التقدم ان شاء الله والازدهار دائما لا في المغرب ولا خارج المغرب ان شاء الله.